صباح الخير وأهلا فيكم إلى حلقة جديدة من حوار اليوم مع دولة نائب رئيس المجلس النيابي السابق إليل فرزلي. صباح الخير دولة الرئيس. دغري بدون مقدمات رح نبلش معك، ماذا قرأت في نتائج جبل لبنان البلدية؟ فشل المحاولات التي طالما قامت منذ عام 2005 حتى اليوم، والتي تحمل في طياتها استهدافا واضحا وممنهجا وإرادة بتقليص، تحجيم، إلحاق هزيمة بدور الشخصية القيادية الأساسية في البيئة والمكون المسيحي والمعني بها العماد ميشيل عون تحديدا، وذلك هدفا وأملا وطمعا بإبقاء الدور المسيحي دورا مستتبعا مستولدا بكنف الآخرين ليس إلا. هذه هي المؤامرة منذ عام 2005 لحظة خروج الجيش السوري من لبنان ومجيء من أتى إلى لبنان عن فهم 2005 تحت عنوان التحرير والتحرر من الوصاية، الإمساك بالوضع، صناعة التحالف الرباعي، إبقاء القيادات المسيحية خارجا، التسونامي المشهور بأنه ميشيل عون استطاع أن يضع يده وأن يكون الممثل الشرعي الذي كاد أن يكون وحيدا في حينه، رفض هذا النتائج الانتخابات النيابية التي جرت تحت والدم لا يزال يسيل على الأرض اللبنانية واستثمارا لهذا الدم، ومن ثم كل المحاولات التي جرت لاحقا. وأحد الأسباب الرئيسية التي حاولوا أيضا أن يلعبوا عليها هي محاولة إسقاط الاتفاق المسيحي الذي تمت صياغته بين العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. هل نجح هذا الاتفاق دكتور رئيس؟ أنا أعتقد أنه لم يفشل نهائي. هذا موضوع مركزي وأساسي. أولا كان معروف مسبق أنه وقت انعملت المعركة بزحلي العنوان واضح، واللي سبق زيارة سعد الحريري مع حفظ الألقاب أنه تعالوا عملوا حصان طروادة في معركة ضمن زحلي لإسقاط هذا الاتفاق. بلش الإعلام يجيش واستنهض من استنهض من طاقات مالية تحت هذا العنوان، واعتبرت أنها أم المعارك التي تستهدف هذا. كانوا هني ربطين وعرفانين أنه بجبل لبنان حجم التناقضات على الأرض بين العيال في البيوت، بين البيت الواحد في العائلة الواحد، وهذا شيء طبيعي بانتخابات البلدية، ستحدث خللا أو ندوبا في هذا الجسم، جسم الاتفاق المسيحي المسيحي، وأنه عسى ولعل أن يتطور هذا الندوب وهذا الخلل إلى صدام حقيقي بين الطرفين. أما المعارك، فشلت المعركة ونجح الاتفاق المسيحي، فخلقوا معركة تاني سموها أم المعارك استهدفت ميشيل عون شخصيا على أساس أنه جوني عاصمة بين هلالين الموارني، وبالتالي كسروان اللي هي المنطقة الأساسية والحصن الحصين والركن الركين للعماد ميشيل عون تعاول حتى تدكوا فيها ونستنهد ما نستنهد له من الزمن، كل ضمن مخطط واحد ما يلوق هدف آخر، هو إبقاء الواقع المسيحي تفليسة كما تم التعاطي مع عام 1990، تفليسة توزع ذممها النيابية والوزارية والإدارية والفوائد المادية على مختلف المكونات الأخرى. فشل هذا الأمر فشلا ذريعا، ونحن اليوم سنبدأ، ويجب أن يعلم الرأي العام المسيحي واللبناني بشكل عام، ستبدأون بقطف ثمار هذا الانتصار. أي انتصار دكتور رئيس؟ هذا الانتصار الذي حدث بعدم قدرة هذا المخطط أن يحقق أهدافه، انتصار بامتياز. كل قراءة تحت سقف توصيف ما جرى في جبل لبنان على أنه ليس انتصار يعتبر أيضا محاولة للتشكيك بصحة هذه. هل بامتياز بامتياز؟ أنا معك، لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. خلينا نشرح ونفني. قرب أنا حاضر لك. وقد ما فينا نعطي صورة للمشاهد. شرح. بال2005 كان في تسونامي ميشيل عون، بال2016 فشل تسونامي القوات وميشيل عون، يبدو إنه ميشيل عون لوحده قادر يعمل التسونامي. لا بعد. والدليل إنه ما فيش تفضل قل لي لا قل لي كيف أولاً لا. أولاً أنت بصدد انتخابات بلدية. انتبه. سيست أكثر من نيابي. أنا بتقلي أنت نجرى انتخابات نيابية وفشلت تسونامي، بقول لك على راسي وعيني. انتخابات البلدية شيء والانتخابات النيابية شيء آخر. وبالتالي
هذا تسونامي قائم، وحتى تعبير تسونامي أنا ضده. طيب نستعمل غير إرادة الأكثرية الساحقة للمسيحيين بأنه نحن نريد قيادة تعيد إنتاج واستعادة حقوقنا الدستورية المسلوبة. هذا هو بيت القصيد. هذا تطلب جمع الصفوف، مش هيك؟ بكنش ينقال من 2006 لمبارح انه انتم مختلفين يا اخوانا ببعضكم، وقت اجت القوى الاساسيه بالطرفين اتفقت، ما حدا بينكر انه القوات اللبنانيه هي زعيمه تولي ما يسمى مكون مسيحي في 14 اذار. انا بعرف كذا نايب منهم 200 صوت بمناطقهم ما بيجيبوا بدون القوات اللبنانيه 200. عم بحكي كلام دقيق وخبير وعارف وعالم. وبالتالي اتفقوا، بس اتفقوا بطلوا. شو إذا صدقتوا أنه بدنا إياكم تتفقوا؟ ما نحن وظيفة الدكتور سمير جعجع كانت هو كيفية استعماله كأداة تكتيكية لطرد ميشيل عون وإبقاء حالة التناقض ضمن البيئة المسيحية المارونية بشكل خاص قائمة، فيستقر الطرف على هذا التناقض ويتحكم بمصيره وبمآله. وقت إجا صار هالاتفاق، وهذا ثبت، وقت طلع فؤاد سنيورة دولة الرئيس سنيورة عند البطرك وقال له نحن أبن الجعجع من شيله شيلوا عون شنو داير؟ جيب واحد على شاكلة الذي كان، يعني مستتبعا مهمشا مستولدا بكنف الأقير، لا حول له ولا قوة، بالشربان من حليب أمه بهذا الموضوع. طب فإذا شو المطلوب هلا؟ اتفقوا شو بدنا نعمل؟ رح نرجع نسلك الطريق الآخر الذي يتم إلى الذهاب إلى زعماء الأحياء أو القرى أو بعض المناطق لإعادة إنتاج تناقضات بينها وبين هذا الاتفاق، فنقول هناك خلافة مسيحية مسيحية، وبالتالي نستعمله. أي أهول طريقة لاستعماله؟ انتخابات البلدية. طب بكرة النيابة جاي يفرجوني كلهم عضلاته بظل اتفاق قوات عوني، لن تشهد، وإن غدا لنظره قريب. وأكبر دليل على ذلك أنه عندما مدد للمجلس النيابي المرة الأولى ومدة تحت عنوان انه نحن بدنا نعمل قانون انتخاب نيابي جديد 17 شهر، مش هيك؟ من بحث هالموضوع؟ لم يتم مقاربة اي موضوع له علاقة بقانون الانتخاب. وقت مدت مرة تاني مدة تحت نظرية الظروف الاستثنائية، ليش كان هو التمديدين؟ وسكت الدول الغربية، لا سكتت على هالموضوع في الوقت انتخابات البلدية ما قبلت تسكت، وهلا بقول لك ليش، وهي كانت وراء الضغط باتجاه إجراء الانتخابات البلدية، لأنه كانوا بدهم يستعملوا هذه الانتخابات البلدية هذا التمديد، وبالتالي الأكثرية النيابية الموجودة يستعملوها وسيلة من وسائل إنتاج رئيس جمهورية، لأنه خافوا يعملوا انتخابات وتطلع النتائج انه يضل محافظ ميشيل عون على قوته كالزعيم المسيحي الاول في لبنان، ويقول له شرفه مثل الحيثية المسيحية كما هي الحيثية الشيعية ممثلة كما هي الحيثية السنية. قالوا لك شو بدنا بهالشغلة؟ بركي صار في شيء انقلابات. حافظوا على اكثر مني بيمروا السنتين وصلنا على ابواب الانتخابات، عرفوا انه القصة فشلت، وهذا ما عبر عنه الرئيس بري بشكل واضح، قال لهم انه مفتوح، وصدق فيما يقول معه حق باللي قاله، انه نحن مفتاح الازمه هو ايجاد قانون انتخاب نيابي جديد، شرفنا نعمل انه انتخاب نيابي جديد. مساله انتخابات رئاسه الجمهوريه شيلها من راسك. صاروا قدام امرين، او ميشيل عون او قانون انتخاب نيابي جديد، بيعمل انتخابات وبروح على انتخاب نيابي جديد، بيراهنوا على الوقت، عسى ولعل ان يقضي الله امرا كان مفعولا، وهذا ما عبرت عنه بعض القيادات السياسيه المسيحيه عندما قالت اتكلت على الاراده الالهيه في التعاطي مع شأن الاستحقاق الرئاسي. لذلك هذه هي القصة، هذه هي المؤامرة، هذا هو الاستهداف. كنت عم تقول لي انه الدول الغربية بدأ انتخابات بلدية، إيه طبعا انا اؤكد لك انه كانوا هن يتهيبون اجراء انتخابات بلدية، واكبر سبب في سبب لتهيبهم بدليل هاي نتائج بيروت، هاي دي بكرة نتائج طرابلس وانجبار باتجاه التوافق، هاي نتائج الاقليم، هاي اجا الاجنبي والامريكاني بالتحديد قال لهم إذا ما عملتوا انتخابات بلدية أنا بدي أرفع الصوت. ليه هالقد مسك بالديمقراطية الأمريكاني البلدية وش مسك بالديمقراطية النيابية؟ لأنه صفقة صحيح. هلا أنا برأيي كمان رح يصفي متمسك بالديمقراطية النيابية، ورح يصفي متمسك بإنتاج قانون انتخاب نيابي جديد. تذكر الكلام، قبل كانوا مراهنين وضمن الخطة
المتفق عليه هو والفرنساوي والشبيع واللي كانوا كلهم أبي دقوا نفس الآلات الموسيقية منحافظ على أكثرية نيابية نفرض فيها رئيسا على شاكلة الذي كان على شاكلة الذي كان. وهذا الأمر فشل مثل ما أنت بتعرف شو صار كم مرة وكم محاولة صارت وكم أسلوب صار دوت الرئيس حتى انتخابات جوني إلا عليها بالرئاسي؟ لا لك كانوا يراد منها أن يكون لها عليها بالرئاسي هي عمليا مفروض ما يكون لها عليها بالرئاسي انتخابات بلدي. طيب ما كان القاعدة الشعبية أنا اللي بعرفها لما تنتخب هون وهون بكرة بانتخابات النيابية بتشوف أنه الحسابات غير شيء. إنما القوى التي استنهض ذاته وتجمع منها ما تجمع من داخل كسروان ومن خارج كسروان معنويا وماديا شو الغاية منك؟ وبلشت وسائل الإعلام تمهد له لأنه كانت الانتخابات واعدة أن يلحقوا هزيمة بميشيل عون. بيسرقوا الهزيمة سرقة بيقوم يقولوا شفتوا شفتوا بعاصمة الموارنة بيعملوا مندبة تعرف المندبي بس يحطوا بعيد من هون الجتي وبيقعدوا النسوان حواليها وبيبلشوا يرشوا كده علي كيف الواحد والمحارم تبكي مندبي يا حرام ميشيل عون راح شفتوا جوني عاصمة الموارنة. أنا حضرت ليلة الانتخابات تقشوات ما أنزل الله بها من سلطان من تورط بالمؤامرة على هذه الفكرة لتسويقها والتصوير التشكيك بلشوا يحبوا العائلات ويمجدوا بالعائلات كأنه كانوا البيوتات السياسية اللي سكروها وألحقوا بها هزيمة وألحقوا بها هزيمة هي نفس هذه الوسائل التي كانت دمية في يد مخطط استهداف العائلات هي التي هلأ تجي قال أنه هي متعاطفة مع البيوتات وبدها تعيد إنتاج الواقع كله هيك كرمال شو لحتى يقولوا بعد ما يلحق هزيمة ميشيل عون نتيجة اعتباره أنه هاي انتخابات إنمائية يلا البكاء على جثة الجثة السياسية لميشيل عون وكانوا ضخموها وكانوا عملوا لها قصة إلى طويلة عريضة تنبه ميشيل عون بما توفره بمعلومات أيضا عن محاولات البعض لإدخال عنصر المال لكي يلعب دورا كبيرا ومركزيا وأساسيا فكانت تلك الدعوة التي لم إلا وأن يستجيب له هذا الرأي العام المسيحي عندما يصرخ لأنهم يعرفون لا ينطق هذا الكلام عن هوى إنما ينطقه من قلب محب ومن قلب مؤمن ومن قلب صارق وأنا مقتنع فليعلم القاسي والدامي أنا مقتنع بهذا وبالتالي سقطت المؤامرة. طيب دولة الرئيس ما زالوا حضرتك مقتنع بهذا؟ طبعا. سمير جعجع صلوا شهرين وثلاثة بيقول حزب الله هو اللي موقف انتخاب العماد عون نحن داعمين العماد عون فليتفضل حزب الله ويفرج عن الرئاسي ويدعم العماد عون. ليش سمير جعجع ما زالوا في خطر كان على زعامة ميشيل عون ومرتبطة كسروان بالمعركة الرئاسية وفي كمين للعماد ميشيل عون وفي نوع من احكام القبضة على رئاسة الجمهورية من خلال اسقاط العماد عون لماذا لم يبادر سمير جعجع إلى دعم العماد عون في كسروان لبل وقف مع اللائحة المناهضة وكان سيساهم لو طلع فرق الأصوات لمصحة فريم في إسقاط العماد عون وفي تثبيت نظرية أنه هذه الزعامة منا للعماد عون بكسروان لكن حليفك يلي عم بيقول حزب الله ما بده العماد عون نزل صوت مع الناس يلي ضد عماد عون بكسروان فيك تفسر لي هالمعادلة أو هالتناقض؟ ما في أسهل من ما في أسهل لك. أولا لا تستطيع أن تطلب من الأشياء أكثر مما طبيعتها قادرة تعطي. مسألة موقفه من حزب الله وتصويره لهذا الموقف هذا قضية أخرى. أوكي أنا عم بربط. هاي حطها على جنب لأنه هاي كمان بدنا بحث آخر. طيب لا أنا عم بربط بس بكسر وين. خلينا نقول الاتفاق المسيحي بشكل عام أول شيء مع جبل لبنان كيف تم تعاطيه. هذا الاتفاق كان يملك من المرونة والقدرة نتيجة تفهم الطرفين لواقع بعضهما البعض من قدرة على الاستيعاب على امتصاص على توزيع الأدوار أحيانا وعلى التصادم أحيانا أخرى. أهمية هذا الاتفاق
ومرونته وثباته أنه استطاع أن يتصرف بهذه الليونة، هذه المرونة في التعاطي مع هذا الشأن. أولا أنا محل العماد هون منطقة كسروان، أنا شخصيا نظريا ما بقبل يكون معي شريك فيه، شريك بالمعنى السياسي للكلمة. طب ما أنا عندي بكل الإحصاءات 23500 صوت، هاي الإحصاءات كلها هي تخص مباشرة قرار العماد بشكل عام. أنا ليجي يشاركوني ولو بالانطباع بأن هناك شركاء لي في صناعة القرار الكسرواني، الذي قد تكون هذه الأصوات قد تجمعت نتيجة فكر سياسي معين وانطباعات تاريخية معينة، أنا ليش بدي يكون متحمس للفكرة؟ نعم الدكتور سمير جعجع بكسروان له وضع خاص أيضا، أنت بتعرفه أنا بعرفه تاريخيا وحاضرا، وبالتالي ما بيقدر كمان. بس شو هو هذا الوضع الخاص؟ تنشرح لل مش العلاقة منا هالعلاقة الإيجابية، منا هالعلاقة ذات الطابع الشعبي. المهم عنده تحالفات مع بعض رموز منها عائلية، ومعظمها تحالفات ذات طابع تكتي مش ذات طابع استراتيجي. ما عنده الحزبية المتينة والركائز الأساسية. انت مش عم تحكي عن منطقة مثلا كورة، او عم تحكي عن زحلة. اتطلع بزحلة الدور القيادي للقوات بتسليما من العونيين، كيف كان نتيجة قراءة الواقع على الأرض قراءة سليمة. إيه بس العونيين دعموه لسمير جعجع بزحلة. طبعاً هو ما دعم العونيين. لا كان في كان في مقومات للدعم، كان في مقومات كانوا بحاجة لبعضهم البعض. طيب العماد مش العون هون مش بحاجة تبي، بس بحاجة للكتائب والأحرار وجوح بيئة. لا 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 مش بحاجة. هني هؤلاء 50 صوت فرقت المعركة، هذا يعني كلهم عملوا الفرق. تك تك وجوان حباش عنده قاعدة كمان كبيرة. اسمعني شوي أنا بقتل لك. تفضل. أنت بتقول لي شو وجهة نظري. تفضل. إيه أنا مش شغلتي أطلع على منبر لدك الاتفاق المسيحي المسيحي، وأنا مع الحفاظ على هذا الاتفاق، فليعلم القاسي والديني، مع الحفاظ على هذا الاتفاق حتى يتحقق الهدف المركزي الرئيسي اللي اسمه استعادة الحقوق الدستورية للمسيحيين. اوعى اللعب بهذه الأمور التكتيكية التفصيلية. معركة جوني معركة استطاع ميشيل عون بقوته الذاتية أن يحقق الهدف الرئيسي فيها، وهو إحباط المخطط الذي يستهدفه. وعندما رأى الدكتور سمير جعجع إنه هذه المعركة يراد منها الربط بمعركة رئاسة الجمهورية، وقف قبله بـ24 ساعة وعمل تصريح علني وقال شو؟ قال إن هذه المعركة لا علاقة لها، لحتى يبرر نفسه ويبرر مضمونة وإمكانية الانتصار فيها أو تحقيق هدفه من الربط بمعركة رئاسة الجمهورية. أنا اللي بيهمني بالموضوع إنه هذا الاتفاق المسيحي المسيحي حتى لو ارتكب أخطاء من الطرفين في أي موقع من المواقع الانتخابية في لبنان، بمعركة بلدية هنا أو هناك، بحي هنا أو هناك، يجب في هدف مركزي أساسي أساسي. وإنني سأتهم القيادة التي تتخلف عن تأمين الهدف المركزي باستعادة الحقوق الدستورية للمسيحيين، سأتهمها علنا بالخيانة هذه الحقوق وبالتآمر على المصالح العليا للمسيحيين. فإذا المسألة مش مسألة أنه احتجنا هون وما احتجنا هون. أنا أعلنت موقف، أيدني الأحرار، أيدني الوعد، أيدني ما بعرف شو طاقاتهم الفعلية الإمكانية الانتخابية على 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 105 على 50 صوت فرق عملوا فرق. ما إلا المهم المبدأ قبل النتيجة. صحيح تأييده قبل النتيجة. صحيح قبل. طيب تفضل تفضل. بالنسبة إلي هم طاقة كبرى أكثر من 50 صوت، وبالتالي عملوا النتيجة. سمير جعجع عنده صداقاته، عنده علاقاته، ليش بده يلغي ذاته؟ لا شو السبب؟ ما أنا متفق أنا وياك، مطرح ما أنا قادر أعمل معركة لحالي بعمل، ومطرح ما أنت قادر تعمل معركة لحالك بتعمل. هاي الحدث أنت قبلت معركة لحالك ومش معاوز حدا، لا بل بالعكس اللي حتيني كان فيها عونية قالوا لي. طيب أنا بعرف مناطق بجبل لبنان الساحل كان في عونيين موجودين هون
باللوائح معنا بيك حالك لبين عشر عونيين ملتزمين وهم مناضلين على الأرض، بعرف معهم بطاقات، عرفت علي؟ طب ليش ما تعتبرناهاش انه معركة القوات؟ ايه بس هذا التحالف على بساحل المتن فشل. لا. رئيس المر حقق انتصار شبه كاسح. مش ده مش ده ولا وصلنا الفيل انت الياس مبلغ عبدالك ايهم الضبي تكي 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 روي بالك ما عم بحكي يا دوت الرئيس، حضرتك عم تحكي تكي تكي. وقت تقلي في عشر اعضاء من الطيار الوطني الحر بلايحة نبيل كحالي، مش عشرة، اربعة عشرة. انت متأكد عشرة؟ عشرة. كان طلع عوني رئيس اللائحة. لك انا بقول لك رئيس اللائحة نبيل كحالي اربعة اثنين. طيب. واحد شو بدي بحكي انا الرقم ما له قيمة بحد ذاته. هذا يعني انه بالمتن كله تحالف الرئيس المر مع الطشناط، تحالف رئيس المر مع نائب عوني اسمه نبيل الأولى، التحالف مع العونيين، تحالف مع الياس ابو صعب، التحالف هذا كيف بتطلع لي بنتيجة؟ بكرة بانتخابات النيابية هل يتمنى دولة الرئيس المر الذي اكتسح كما تقول أن يقف بموقف المناقض لميشيل عون بمعركة انتخابات نيابية؟ بكرة جاي ستجيب فرجيني الاكتساح موقفه منه معه أنا بالسياسة منه معه. روق بالك في أي انتخابات نيابية أبحكيك. طيب. بال2005 ما كانت هيك ومرت الماضي على الحفة مش هيك؟ بكرة جاي انتخابات النيابية بنشوفها. الاتفاق المسيحي الممثل حصرا بالدكتور سمير جعجع والعباد مش العون له هدف مركزي واحد هو استعادة الحقوق الدستورية للمسيحيين، ما عنده هدف تاتنين. من جملة الحقوق قد يأتي الرئيس الأكثر تمثيلا لمكونه، من جملة الحقوق قانون انتخاب نيابي يعيد تصحيح التمثيل النيابي المسيحي، يمنع استيلاد النواب المسيحيين بكنف القيادات الأخرى، جعلهم حالي مستولدي، حالي مهمشي، حالي مستتبعة، حالي لا شيء في الحياة العامة. هذا هدف الرئيس، تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، هيدا الهدف الاستراتيجية الأساسية اللي أنا بدي ركز عليها. شو هاي انتخابات بحي بضايعة بمدينة تمشي مع بعضهم أو تاتوا مع بعضهم يمشوا بعضهم قد ما بدوا؟ شو فرق معي من الموضوع؟ بهمني المعركة الأساسية، الهدف المركزي الاستراتيجي، وأنا هذا الذي أطالب به، وهذا اللي أصر عليه، وهذا الذي أناشد الرأي العام المسيحي أن يبقى مستنفرا لحراسته. وأي زعيم يتخلف عن حماية هذه الفكرة بيكون أبي تآمر على ذاته وأبي تآمر على طيفته وعلى الأمان التي علقت في رقبته. تحالف القوات والتيار بساحل المتن الشمالي بيقول الطشناك ما صوتوا معنا مثل ما كنا متوقعين. معلش وإذا ما صوتوا شو حلف الطشناك؟ وإذا صوت مع الرئيس المر في علاقة طريقية بينه وبين رئيس المر شو بيصير؟ يعني عملوا حسابات غلط؟ لا مش غلط، أحرار يعملوا غلط أو مش غلط. أنت عم تحكيني نتائج انتخابية على مستوى تقليدي ضيق، أنا عم بحكيك قديش هاي أثرت على مناخ الصف المسيحي الواعد بمعركة المسيحيين الأم اللي هي معركة مبدئية صوب أهداف رئيسية مبدئية. أما بتحكيني أنه هون تقدم واحد وخسر واحد وجود شو لايهم؟ طيب بس انت دولة الرئيس عم تعطي اهميه كبيره لمعركه زحل اللي ربحوها القوات والتيار والمطارح اللي ما ربحوا فيها عم تقول عم تسخفها. لا هيديك كان هيك عنوانها، هيديك كان هيك عنوانها، ما في الا زحل بكل معارك البلد. لم يعطى عنوان واضح لفكره اسقاط الاتفاق الا زحل، بعد هذا كله مع احترامي لبدائيه القرى زحل مدينه 21 عضو فيها 60,000 منتخب. شو هلا جوني 18 عضو. لا يعني مع احترامي 18 بس كم صوت جوني 9000؟ لا يعني مع احترامي هي عاصمة كسروان وعاصمة الموارنه بس عم تحكي عن اكبر مدينه مسيحيه بالشرق اجوا يعملوا فيها كل الطوائف المسيحيه الكويت فيها التنوع. بيقولوا انكسرنا فيها لانه اجوا الموارنه الحلف الثلاثي الماروني كسر الكاثوليك فيها. لائحه الاحزاب اخذت بالكويت 1000 صوت زياده عن الطرفين عن لا. فتوش وعن هذا هو الاحصاء الدقيق. ما حدا لا 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 مش سادي. لا لائحه سكيف اخذت 60% من اصوات الكاثوليك. طيب خذ العدد. طب انا عندي احصاءات. شو بدي اعطيك اياها؟ شو بدي انا اللي عندي اياهم غلط؟ لا طبعا غلط اذا ما كانوا الشيء تاني. والله انت كل شيء بتقول لا اذا ما كانوا الشيء اللي بقول لك اياه بيكون غلط اللي معك. نعم طيب ايد عندك صوت كويت ل 7626 صوت، 1493
اللائحة التي كان يترأس الأستاذ موسى فتوش. 2497 الرئيس الذي يترأس مين؟ يوسف سكيف اللي هو خي مرطي طلع فيه على رأسي. يعني أنا عم شوف الأرامل اللي عندي بحضر لك إياها لائحة هذيك 3636 كاتوليك. ألف صوت زيادة، 1200 صوت زيادة عن اللائحة اللي بتزعمها يوسف سكيف اللي هو مرشح مريم سكيف، و2200 صوت زيادة عن اللائحة اللي بترأسها الأستاذ موسى فتوش. هاي أصوات الكاثوليك 3636 صوت على رأسي. لحظة خليني دوت الرئيس، بما أنه حضرتك تفضلت وحلك نتائج زحلي بالأرقام المفصلة حسب اللوائح والمذاهب، شو بدي بالباقيين؟ بالكاثوليك روم كاثوليك المجموع 7626 صح، زحلي تستحق 1493، زحلي الاماني 2497، انماء زحلي 3636، هاي تبع الاحزاب اثنيناتهم اكثر من زحلي. اجمع لي اياهم كيف بيطلعوا نص بنص يا دولة الرئيس؟ لك اول شيء 1400 و2400 ما هيك؟ اجمع لي بيطلعوا 50 بيطلعوا 3850، انماء زحلي 3636. انت عم تحكي عن لائحة الأحزاب 3600 صوت على رأس أكثر من مركزية السيدة مريم سكيف. أنا عم بحكي عن فتوش وسكيف بعدين، هذا اثنيناتهم أكثر من لائحة. هلا التلفزيون واضح. طيب هلا هو بدي لك شغلة صغيرة. طيب زد الأرام عندنا إياها، زد لك شغلة صغيرة. وقت تعمل سكاننج للأرقام حتى بالصوت الكاثوليكي وباللي صار على الأرض تطلع بخلاصات أخرى. على كل حال أنا أقول لك كاثوليكيا أيضا هذا الأمر مش وارد. زحلي مدينة مسيحية بامتياز رفضت أن تكون هناك حصان طروادة لإسقاط الاتفاق المسيحي. تبين هاي الرسالة السياسية، كل الباقي ما له قيمة. وإلا أنا مع يوسف سكيف اللي هو خي مرطي اللي هو مرشح مريم سكيف، هذا موضوع آخر. بس بالعبرة السياسية رفض مبدأ استنهاض الواقع لإسقاط الاتفاق المسيحي. طب ليه هذا الاتفاق المسيحي يلي بدهم يسقطوه بزحلي كانوا هذا هو ذاته الاتفاق المسيحي اتفق مع الحريري المتهم بالدخول إلى زحلي من بوابة سكيف؟ موضوع تاني بيروت قصة تاني. انت عم تحكي عن لبنان. طيب ليك تفضل بتروح على سوريا من أول ضيعة لآخر، لشلونك سيدي، كيفك، كيف أحوالك، لهجة وحدة. نحن بين حارة التحت وحارة الفوقة بلبنان في لهجتين. بتحكي عن لبنان. طيب. لبنان هذه خصوصية الواقع اللبناني. بس تجي على بيروت انت في قدامك أمرين. اجا زعيم المسلمين السنة بيقول انا بدي اعمل لائحة. المنطق الذي استعمل منطق غلط. انا بي وصى بالمناصفة، لا، الثقافة التعددية والتوافقية بتحكي بالمناصفة، حط على جانب. هلأ في قدام أمرين أو القيادات، أو بيقولوا لامسنا اتفاق ونحن منسمي لحتى ما يتبعت رسالة للمسلمين تقول أنه نحن رافضين العلاقة مع زعيم المسلمين، وأنا معه بهذا الموقف. بس أنا مع موقف الشعب يصوت مثل ما بده، وهي هيدا اللي جبرني على إزاعة شقيقة عندك اسمها صوت المدى. نهار السبت دعيت الناس ببيروت انه يدينوا إغراق بيروت بالنفايات. أنا مثلا كنت مع موقف الشيعة انه نقاطوا، شفت لو صوتوا ضد كنت قامت القيامة. الشيعة بيصوتوا ضد زعيم السنة، هذا الواقع اللبناني. مش المهم تطرح الشعار، المهم تحسن إدارته في المعركة، تحسن استعماله، تحسن الاستهداف فيه. أي عمل آخر هو بيكون غلط. لذلك أنا مع هذه الخطوة، أنا مع موقف الأحزاب التي اتخذ في بيروت بأنه نشانقلوا على رفيق على سعد الحريري، عفوا دولة الرئيس سعد الحريري بموضوع البلدية. ولكن أنا أثمن النتائج التي أعطيت والتي أيضا كان يجب أن تكون أهم على مستوى بيروت ككل، لأنها كانت يجب أن تسقط من غرقها في النفايات، لأنه هاي بيروت الشرائع صفت بيروت النفايات. مش هيك؟ نأخذ بريك دوت الرئيس، نرجع بعدها نتابع حوار اليوم مع نائب رئيس المجلس النيابي السابق أستاذ إليل فرسلي. أهلا وسهلا.
نتابع حوار اليوم مع دولة نائب رئيس المجلس النيابي الأستاذ إلي الفرزي دولة الرئيس الثنائية الشيعية ثنائية قوية مستندة، بعرف في إلها ظهير عقائدي وظهير سلطة وظهير استمرارية وظهير شعبي، مشان ما نعددهم كلهم هن كتار. هل تستطيع الثنائية المسيحية الآن القوتية العونية الاستمرار وتمكين وتمتين نفسها للمرحلة المقبلة بشكل فيها تقدر بموضوع الانتخابات البلدية، بشو بدي انتخابات البلدية انتهت، انتخابات البلدية مع جبل لبنان كتار بيقولوا انه خلصت، بكرة عنا جزين اكيد وعنا طرابلس، لكن هل تستطيع انه تفرض كلمتها بقانون الانتخاب اللي جاي؟ هل تستطيع انه تفرض كلمتها كمتحدث ومفاوض باسم المسيحيين؟ هل هي توازي فعلا الثنائية الشيعية أم بعد لم تستطع أن تصل إلى الحد اللي وصلت له الثنائية الشيعية؟ بقصد أمل وحزب الله بطبيعة الحال. هيك أولا بديش أتحدث عن الثنائية الشيعية، لأن الثنائية الشيعية مرت بظروف قاسية جدا كمان، أنتم مش عايشينها، عاشوا أمبلا يمكن عايشين العونية الأوروبية مرت بظروف أصعب صحيح، بعدين واتفقوا كمان هذه الاتفاقات مرت بثنائية أثناء ممارستهم العمل الانتخابي كانت أيضا تمر بنفس الأزمات اللي بتمر فيها هذه العلاقة اليوم، هذا موضوع آخر. اليوم تمكنت لأنه مرت بظروف نضالية مشتركة تعمدت بالدم، لذلك القصة إلى طابع آخر الثنائي الشيعي. مسألة الثنائية المسيحية أنا أستطيع أن أؤكد أنه في عندهم إمكانية يلعبوا دور مركزي ورئيسي بمعركة الرئاسة، في عندهم إمكانية مش إنه يفرضوا، لأنه عندهم شركاء بالوطن، أن يكون رأيهم رأي وازن ومحترم في عملية إنتاج قانون الانتخاب طبعا، وأي خلل بهذا الموقف سينعكس عليهم وعلى البيئة الذي يمثلون، وبالتالي بدهم يتحملوا مسؤولية تاريخية. أنا لني قوتي ولني طيار وطني حر، أنا أبرئ بالمصالح العليا لهذه البيئة. شو المطلوب إله؟ أي تفكيك، أي تناقض ثانوي على حساب الهدف المركزي سيلحق ضعف ووهن بهذه البيئة. مساء بأنه هاتين القوتين الرئيسيتين في هذه البيئة لهني بالتحديد هالقوتين، واستطرادا ايضا حزب الكتائب اللي بنتمنى انه يكون موجود ضمن هذه الديناميكيه وما حدا يعيش اوهام الانتصارات الجزئيه السخيفه الاستطراديه، ينطلقوا من مبدا انه في اهداف مركزيه اسمها رئاسه الجمهوريه واسمها قانون انتخاب واسمها لمركزيه اداريه نص عليها الدستور واسمها اعاده انتاج الوعي والتسليم بمبدا انه بما مثل ما المكونات الطوائفيه الاخرى لها الحق بانتاج وتسليم زعماء الاساسيين المراكز الاولى، هذه الطائفه ايضا يجب ان تكون وتعامل اسوه ببقيه الطوائف. انا اعطيني هاو ما بدي منهم احاديه وعي مرجعيه بالبيئه المسيحيه، انا ما بدي، انا بدي تنوع بالبيئه المسيحيه، بدي ديمقراطيه بالبيئه المسيحيه. بس جينا طرحنا ما سمي بالاقتراح الارثوذكسي انه كل طائفه تنتخب نوابه، واصرينا على النسبيه ضمن كل طائفه، كانت نيتنا خلق تنوع ضمن الطوائف الاخرى حتى يصير في ديمقراطيه، واكثر دليل على ذلك لايك امبارح الثنائيه الشيعيه الامليه الحزب اللوي ببعلبك، شفت بعينك كيف كانت، شفت كيف العائلات في 46% ب54%؟ هذه الطائفة هودي 46% اللي صوتوا ضد لائحة حزب الله وأمل، هودي مقدمين مستعدين يقدموا فلذات أكبادهم للمقاومة دفاعا واستشهادا على قضايا هني، وأني وقام يصوتوا ضد هذه انتخابات بلدية، مش معناتها هني أعداء، ولكن ألا ينتج ما بيعطيك فكرة انه حتى الانتخابات ضمن البيئة الواحدة بس تجي تطبق النسبية فيها انها بتنتج لك طيارات متعددة تخلق تعددية. واجينا قلنا هيك، اجا الاستاذ فؤاد السنيورة دولة الرئيس يقول ايه النسبية بوجود السلاح، طب ليش يا اخ الاكترية بوجود السلاح مسموحة؟ لايك
لأنه ليش شو بدهن المعادلة؟ خلي حزب الله وأمل مسيطرين على الطائفة الشيعية، ما عندهم مانع، لكن خلينا نحن مسيطرين على الطائفة السنية، لغيين الديمقراطية جوات الطوائف، منضل نستعمل الصراع المذهبي لنفزع هاو بهاو هاو بهاو، ومنستعمل الاحتياط المسيحي بتناقضاته الدمى والأدوات التي نستعملها في حربنا مع الشيعة أو العكس بالعكس. هذا الأمر يجب إخراج المسيحيين من دائرة هذا الصراع أبدا، قولا واحدا، ارفعوا أيديكم عن المسيحيين، هذه الرسالة الواضحة اللي قال له إياها بالأمس السيد حسين الحسيني لأحد شخصيات المستقبل اللي كان أبي حاوره بيسألوا عنه الانتقام. قال له طبق النسبية، قال له نسبية بوجود السلاح، قال له ليش الأكثرية بتسوى بوجود السلاح. حبيبي بنصحكم ارفعوا أيديكم عن المسيحيين، هذا موضوع لا نستطيع أن نستمر فيه كبيئة مسيحية. رفع اليد عن المسيحيين وسأتى ما في أي إشكال أطلاقا بكل شيء. دوت الرئيس بفهم من كلامك أنه العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تتخطى البلدية، تتخطى حتى الانتخابات النيابية لتصل إلى مشروع سياسي مسيحي وطني لبناني جامع. هكذا بفهم يجب. هكذا يجب أن تكون، وبعدين يروح في مشروع سياسي بيناتهم بيتخطى كلها ويروح خلي يختلفوا بالنيابة وبالبلديات وينزلوا ضد بعضهم. أنا بهمني كمواطن إذا شاءوا هني يرجعوا يعني يعوضوا عما فات، وهذا هني شيء قالوا مش أنا أقوله. صحيح. إيه هذه هو الطريق، يروح ينزلوا ضد بعضهم بالبلديات وبالنيابة وبالسياسي. أنا يجوا يقدموا لي موقف واحد بالقضايا ذات البعد الاستراتيجي التي تتعلق بهذه البيئة التي دفعت أثمان غالية والتي لا يجوز لها أن تستمر بدفع هذه الأثمان. هذا اللبنان كان من أجل أن يحيا هذه البيئة حرة عزيزة سيدة كريمة على قدم المساواة مع شركائها بالوطن، الشركاء بالوطن الذي شاءها أرباب الموارنة أن يكونوا شركاء بالوطن، وبالتالي نريد الحفاظ على وحدة البلد، ونحن عم نطالب بكل هالشيء تحت سقف الدستور. ما عدا ذلك أنا مني مؤمن ولني مقتنع، وبالتالي المصالح العليا لهذه البيئة هي التي يجب أن تحركنا في كل كبيرة وصغيرة. كل هذه المحاولات إنتاج تناقضات من البيئة المسيحية اللي بيحاول بعض الإعلام يسوقها، وبعض مع احترامي لبعض زملائك يسوقها ساعة تحت عنوان عائلات، وساعة تحت عنوان صراع 14-8، وساعة تحت عنوان قوات طيار وطني حر، وساعة تحت صراع قوات عائلات وعائلات طيار كلام تافه سخيف يحاول إنتاج واقع تناقض في البيئة المسيحية لإبقاء البيئة المسيحية حالة إفلاس. إفلاس؟ أنا بقول لك شو بده يصير أستاذ جورج، وتذكروا كلامي، هذه آخر معركة يخوضها المسيحيون في لبنان إلى زوال. سجلوا عندكم قبلكم إياه، ما خبرتكم شيء من كذا سنة لليوم إلا ما صار من الفتنة السنية الشيعية إلى ما غيرها من الأمور. أنا قبلكم الآن، هاي آخر معركة بتعملوها، أو بتنجوا وحدتكم تخرجوا منتصرين رافعين رأس تحت سقف الدستور وعلى قاعدة الإخاء مع بقية الطوائف والشراكة الحقيقية. أنا ما عم بحكي بمشاريع مستقلة عن الوطن، أنا عم بحكي عن مشاريع مستقلة بالوطن وضمن الوطن وتحت سقف الوطن، وإلا ما عاش لكم خبز بهذا البلد. مش عم بنصحكم ساعتها بالهجرة، بس أنتم بتكونوا رديانين، ما بيقول لكم حق تبكوا على واقع أنتم عايشينه، ما لكم حق تعملوا مناديب ومجالس عزاء على واقع انتم عايشينه. هذا الطريق اللي بدكم تسلكوه هو الطريق الذي يجب ان يوصلكم، وبلشتوا وشارفتوا على انكم تمسكوا بناصيه استعاده هذه الحقوق، وعتفرتوا فيها نتيجه برنامج تلفزيوني من هون او نتيجه دعايه من هون. انظروا كيف ان دعايه تدفع بوجه اخرى لكي تبقى كلمه الحق وحدها هي الشائعه. لقد شرفتم على ما بدي استعمل تعبير انتصار وما انتصار، شرفتم على استعادة حقوقهم الدستورية.
وإلا فليسقط هذا الهيكل وقولوا لهم اخرجوا من بيت أبي لقد جعلتموه مغارة للصوص وقد جعلوه مغارة للصوص. هل قادرين المسيحيين اسقاط لو رئيس إذا مش قادرين يستعيدوا حقوقهم قادرين غيروا الواقع ما خلصت ما صارت قدامك أي بعد عندك نظام بلبنان عندك دولة بلبنان قدامهم أمرين يا بدهم يرجعوا يشكوا إيدهم بإيدك ليعيدوا إنتاج الدولة أو على نفسها كتكون قد جغلت مراقش. المسيحيين ما راح يستعينوا لا بالفلسطيني ولا بالسوري ولا بالصيني ولا بالياباني بالسلاح ليهدموا البلد قدامهم طريق الممانعة وهذا اللي بيمارسوه. إما تكونون واحداً إما بيستفردوكم واحداً واحداً وكل الطور الأبيض يوم وكل الطور الأسود. أنا سألته للدكتور سمير جعجع في مرحلة ما مش من هلأ من سنتين وثلاثة وقت كنت أفاضو على القانون الأرثوذكسي قلت له بدي أسألك سؤال دورك وظيفتك السياسية إذا طار مش العون بضل مثل ما هو تجاه هؤلاء جوابه أنا أكيد أنه بيعرف مصلحته شو هو وبيعرف تماماً انه اكل الطور الابيض يوم اكل الطور الاسود. ما التجربة بيّني بلشت من 25 سنة او بالاحرى اكتر شوي كمان من 26 سنة بلشت المسيرة الانحدارية للمسيحيين. بعدين انا هل قادرين نستعمل هالمنبر هلأ وسيلة للنداء لجانب المملكة العربية السعودية جلالة الملك سمو الامير ولي العهد الاول محمد بن نايف سمو الامير ولي العهد الثاني محمد بن سلمان. مسيحيين ما قصروا معكم مسيحيين وقت كنتوا عاملين معركة ضد عبد الناصر وقفوا معكم سنة لبنان كانوا ضدكم أنا كنت مع سنة لبنان ضدكم وقفوا معكم ليش ما تكونوا تسمحوا لبعض أطراف كيف عبد الناصر بعض الأطراف اللي بدها ترتزق منكم أنكم يذلوا مسيحية لبنان لا لذلك أناشدك يا جلالة الملك اللي أنا بعرفك شخصياً وانت بتعرف اهلي وانا بعرفك تمام وناشد عفتك وعفوك انك تقولن ضعوا حد لهذه المأسلة في لبنان ارفعوا ايديكم على المسيحيين هؤلاء المسيحيين مننش لا وردي لا يبوقوا بالمملكة ولا يبوقوا ببلد لبنان لذلك لا يجوز استمرار هذا الوضع. انا ليش بناشد جلالة الملك بالتحديد ورح ناشده بكل مقابلة تلفزيونية رح اعملها أبنشته لأنه بيعرف لبنان وبيعرف العائلات اللبنانية يمكن سمو الأمير محمد بن سلمان ما بيعرف بس بيو بيعرف لذلك أبدا ارفعوا إيدكم على مسيحية لبنان ضعوا حد لهذه المأزلة. شو بتجي بتخترعوا لي شخصيات تنجوها من لا شيء لتحطوها وتنصبوها على مين على اللي عنده 10,000 3,000 كيلومتر مربع أنتش كل هالعلماء بالدنيا كل هالشعراء بالدنيا كل هالأدباء بالدنيا كل هالفنانين بالدنيا بقن جبون تماثيل أنابيب تحكمون لا ما بيجوز هالقصه لا ضعوا حد هذه المأزلة لا لا أبدا 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 دكتور الرئيس المسيحيين قادرين يوصلوا للنتيجة إذا كان في مسيحيين آخرين خارج المعادلة وصلوا خلاص أنا عم بقول خليني أعطيك مثال أنا قناعتي الشخصية سليمان فرنجي يمكن يضل برات المعادلة ما بيأثر سليمان بايكو رئيس جميل بيضل برات المعادلة كل بدون ما نستثني حدا لكن هل تكون هذه الثنائية الناجحة على حساب مسيحيين آخرين هذا السؤال إطلاقا ما في مسيحيين آخرين سيكون على حسابهم أي شيء ولا يجوز أن يكون حسابهم أي شيء ولحتى تكون ثنائية ناجحة يجب أن يكون ثقافتها ثقافة ثلاثية ورباعية وقماسية. أوكي. اثنين بدي أقول لك شغلة سليمان الفرنجي الجد تتذكر الموقف تتذكر الصراع القاسي اللي كان موجود كان رايحين أولاده والحالة اللي كانت وقت راح على جنيف وإجت قصة معركة رئاسة الجمهورية رفض الطاولة قالهم للآخرين ليش نرجع نكرر لذلك هذا الموضوع رفض الاتفاق الثلاثي وقت الجد بالرفع الشعار الحقيقي الواضح سليمان بك فرنجية بيكون أول الناس مع هذا الخط والسخامة الرئيس أمين جميل والكتائب بيكونوا مع هذا الخط. المهم كان في صراع قاسي قوي بين شريحتين أساسيتين طيار الوطن الحر والقوات نحن بس نقول طيار وقوات مش لأنه نحن نسين الأطراف الأخرى لا أو بدنا نهمش لأنه كان الصراع تاريخيا الصراع القاسي بين هاتين القوتين
وهذا تحقق شيء مهم بإعلان النوايا، وانتقل نقل نوعي ببعض التعاون في مناطق في أماكن كثيرة، ونأمل أن يستمر هذا الوضع. دوت الرئيس المفارقة أنه الخلاف والدم والدموع بدأوا بين الكتائب والمرضى، ما كان في قوات ب 78 يعني بين الكتائب اللي هلا بيمثلهم رئيس جميل، وبين المرضى الزغرتوي الهدنيه اللي بيمثلهم سليمان بيك. الخلاف بدأ معهم، هلا المصالحه بين التيار العوني والقوات اللبنانيه، مش بين القوات والمرضى او بين هيك قصدي، انه في شغله الخلاف بعده بمطرح تاني والمصالحه بمطرح اخر. في محلات كتير اتفقوا التيار الوطني الحر والكتائب انتخابات بالبلدية، ما في خلاف بيناتهم اساسا. لذلك انا رايي الشخصي محش يجوز تلهينا التفاصيل، ما بيجوز نعتبر انه دايما نحط الهدف المركزي ونشوف كيف بدنا نسخر كل شيء لهذا الهدف المركزي المرحلي. ها، الهدف المركزي الاساسي استعادة الحقوق الدستورية المنهوبة للمسيحيين خلافا للدستور وخلافا للنصوص. انت عم تطالب بشيء قانوني لا يمكن الا انك تنتصر، انت محق. المهم القيادي تعرف كيف تسخر وتطوع وتنوخ كل شيء في سبيل خدمة هذا الهدف، ونحن نساعد كمواطنين، انا وياك مواطنين، نسائد كيف بدنا نخلي الطيار، طيار الرأي العام، قوة الرأي العام تخدم هذا الهدف بصرف النظر عن الأشخاص. أنا مني على منبر أو تي في أو غير منبر لا لخدمة الأمير ميشيل عون، لا أو لا خدمة غيره من القيادات السياسية، نحن بخدمة الهدف الرئيسي المركزي. فلتستنفروا جميعا كمواطنين، نساء أطفالا رجالا رضعا، لتحقيق هذا الهدف. أسقطوا المؤامرات التي تستهدفكم، لقد سقط الكثير منها، لن يبقى إلا القليل، وما النصر إلا صبر ساعة. صبروا وما النصر إلا صبر ساعة أبدا. الرئيس سنيورة بضل يقول أنتم على مشارف على صبر ساعة، أخذوا مال البلديات بال 1997، لك يا دولة الرئيس بدنا مال البلديات، البلديات بدها تشتغل أبدا. توازن الموازنة يعمل لك عال. طلعت القصة للسكرين 80% بأعلى سعر طن زبالة مع صندوق أسود 10 مليون دولار شهرية، واليوم غرقنا بالنفايات، وقد يأتيك بالأخبار من لم تزودي. بكرة بعد تسكير مطمر النامعة، تعودنا على ريحة بتعمل كولونيا هذه النفايات، معودنا عليها، تعودنا عليها. كتر خيره دولة الرئيس، حضرتك من أصدقاء و الداعمين في الخط السياسي للعماد عون، ومن أصدقاء أفريقاء كتار على الساحة اللبنانية، خليني اعتبرك رجل عابر لكل الصداقات بالبلد. هل ترى صدقا في قرارة نفسك وفي ظواهر الأمور أن هناك بعد الفرصة متاحة والإمكانية موجودة لانتخاب العماد عون رئيس للجمهورية الآن أو بعد؟ مش فرصة متاحة، ما فيش انتخاب رئيس. ما في إلا العماد، إلا العماد مش العام نقطة، مش لأنه عماد مش العام، لأنه هو صاحب التمثيل الحقيقي للبيع الذي مقوله. ده الموضوع نقطة على السطر. مات قلت لكم إياها من سنتين، طلعت منشتات بالجرائد ما كانوا يقبلوا. هذا موضوع بشوارد خارج النطاق. يا أخي حبيبي تعال إلا ليش مخمن أنت تم التمديد؟ تم التمديد للمجلس لا يمنع مجيء العماد مش العام، مش هيك؟ طيب ما فيش ذات القصة، سموك مسحر خلص رمضان، ما فيش ذات مصف ولا بيحكوا بأنو الانتخاب، شرفوا على أنو الانتخاب، ما بدناش العماد مش العون يا خي، منو أنو الانتخاب محترم؟ مش العون عم نشيه مع حفظ الألقاب في شيء هالكلام؟ ما بدناي منو انتخاب، أنتجوا مجلس يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية، وجيبوا يا جمل يا بوبة. بدي أختم معك بهيدي النقطة دولة الرئيس. يقول الرئيس بري أن ثمة إشارات إيجابية تلقاها من أكثر من جهة تؤيد اقتراحه وإجراء الانتخابات النيابية على أن يسبق انتخابات الرئاسية، على أن يسبقها قانون انتخاب عصري من دون أن تكون النسبية بعيدة عنه، مع التعهد
بأن ينتخب المجلس الجديد رئيس الجمهورية المقبل. كيف هيدا؟ كلام دائم. أنت بتأيده؟ لويت طلعوا امبارح قالوا لا مجلس نيابي قبل رئيس الجمهورية. دغري رد أنطوان زهرة امبارح. مين؟ أنطوان. كيف يعني أنا ما... لا مش مزبوط. بلا بلا. بدوا قانون انتخاب. لا لا لا. لا. قالوا لويت امبارح لن نقبل بانتخاب رئيس بإجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس. امبارح أنطوان زهرة. انتبه انتبه هون شو بيقول. هون بيقولوا الرئيس بري شرف نعمل قانون انتخاب مع الضمانة انه بنعمل قانون انتخاب وبصير في انتخاب رئيس. عرفت علي يعني؟ مش اوكي واضح. فلذلك انا مع كلام دولة الرئيس بري بدقة متناهية بدقة، وهذا كلام جدي. هذا شو بدك انت؟ ما تاخذ حرفية الكلام بس. طيب هو حط لك قبل بعرف تعطيني الورقة لا ارجع بقى خطي مش واضح. انا مش عم بعرف. معلش معلش انت صح. انت انيق انت انيق بكل شيء. ليك تمت اشارات ايجابية من اكثر من جهة تؤيد اقتراح او اجراء الانتخابات على ان يسبقها صح. طيب صحيح. قانون انتخاب عصري النسبية مش بإيدي عنه. هذا هو حرفيا أنا يعني قانون انتخاب شو بتفتح الباب؟ بيفتح الباب للكلام عن انتخاب رئيس، وهذا نحن معه. شو الطريقة تجري الانتخابات بتعمل انتخاب رئيس؟ شو الطريقة؟ هذا ساعتها بطلع هذا تحول موقف رئيس بري. طبعا ليش؟ لأنه الرئيس بري مدرك تماما وبشكل واضح أنه يا أخوان أنتوا مددتوا وهي الأكثرية النيابية اللي بتستعملوها فقدت غايتها، فقدت قدرتها على تحقيق الغاية. فإذا فلنذهب إلى حل الإشكال. قال من أول تصريح قال المفتاح الحقيقي لإنتاج حلول لأزمتنا هو قانون انتخاب عصري. صحيح. النسبية ليست بعيدة عنه، وأنا معه في هذا القول. بس قال إذا ما في بدنا نروح على 60. هذا كلام استطراضي. صحيح. 60 غير دستوري، 60 غير قانوني، 60 سبب التبديد للمجلس كان رفض 60 من قبل المجلس مجتمعا. كيف بدك ترجع ل60؟ ملزمين بانتاج قانون انتخاب. وسيسمعون كلام من الدول. بدي اعطيها مهله. انتبه انتبه شو بدي اقول لك. سيسمعون كلام من الدول الاجنبيه اللي هن كثير بيهموا الرأي كثير كثير اكثر ما بتتصور انهم اذهبوا الى انتاج قانون انتخابي. نص نص 64 مختلط 64 أكثر 64 نسبي. وبدي أقول لك بس كلام المبدأ تبعي بيقول أنه وثيقة الوفاق الوطني والدستور في نص المادة 24 الذي تحقق عن المناصف الفعلي تكلم عن المناصف الفعلي وحكي عن النسبية بين الطوائف والنسبية بين المناطق وحكي عن تمثيل كافة أجيال الشعب وعن تمثيل كافة فئات الشعب وعن فعالية التمثيل. نعم. وإعادة النظر بالتقسيم الإداري. كل هذه مجتمعة بتقلي أنه الكلام القانوني العصري هو أن تكون النسبية هي منتجة القانون الأساسي. هلأ في كلام أنه في ناس خايفين على حالهم بالنسبية، أنه شو بدنا نعمل هاي، شو بدنا طرح فكرة، حط معايير الرئيس بري ضمن دوره كرئيس مجلس يعمل تسويات، انه عمل نص بنص، نص نسبي نص صحيح نص اكثري، ولكن المعايير اللي حطتها معايير واحدة للجميع دون استثناء. صدقا مع انه في يعني هذا القانون اذا بتوصفه توصيف نظري ومثالي قانون فيه غلط، لانك انت وقت تقول نص اكثري بتسلم مسبقا بتمثيل هؤلاء، يعني عرفت كيف؟ هالناس اللي بيجوا بالأكثرية. ولكن إذا كنت بدك تحل مشكلة بلبنان حسب زعم الرئيس بري بدك تعمل التسوي والمناصفة بالحلول نص بنص 64 ب64، أبيقول إنه النسبية وفقا للمعايير الحططة هي بمجملة كلام جيد، كلام بدلل على إرادة جيدة، كلام بيوجد البلد، بتفوت ثقافة النسبية على البلد. أتمنى أنه تكون الدوائر شوي كبيرة مش دوائر صغيرة، لأنه النسبية بالدوائر صغيرة مش هذا. ونسيت قلك أنه حتى بانتخابات البلدية يجب أن تطبق النسبية، لأنه معش يجوز أنه 51% تلقط مصير ضيعة وتقصي 49% من الضيعة. خلي الكل يتفاعلوا، يمارسوا الرقابة على بعضهم البعض، يحاولوا ينجوا بلعبة ديمقراطية مصالح القرية العليا، فليطبقوا النسبية أيضا ضمن البلدية. هاي إذا كان بدهم بلد. إذا بدهم يضلوا
بالسياسة أنجزي من أنجزلك واثنين من إيدي وثلاثة من الأرض والنايم خيل ميت والحب وين وبدي 10 مليون دولار وبدي 50 مليون دولار وبدي بلوك النفط الفلاني من فوق البلوك النفط التالي من تحت البلد رايح للخراب ساعتها نحاول ملكا أو نموت فنعذر. دوت الرئيس آخر سؤال أمتي رح تجمع الرئيس بري ودوت الرئيس عون رأي الشخصي أنت مجتمعين بعرف مجتمعين أنا عبقوا بيقعدوا مع بعضهم أنا قلت بس أو حد بعضهم حيالله وقت قلت لك مجتمعين قلت بدك تاخذها الكلمة سطحية ولو يا دكتور رئيس الأدي يعني صرت أنا باخذ الأمور سطحية طيب خلص لا ماشي الحال مقبولة منك أعوذ بالله طيب خلص بقصد رح تاكل كلامي أنا كلامي أنا السطح لا حشاك ولا أنا بس أنا بقصدها أم بقصدها أستاذ جورج وأبقول إنه هم مجتمعون أنا بقول لك كلمة بس في لحظة من اللحظات بسأل الرئيس بري صرت لف ودور بالحكي لأوصل على الموضوع بطريقة معينة بيجاوبني بيقول لي ليك إلي لو جرش على ظهري ملح ميشيل عون نحن ملتزمون تجاهه التزام أبدي لأن مواقفه لم تكن مواقف عادية بتاريخنا وبتراثنا بوجداننا السياسي. حلو هذا كلام طيب كلام طيب من دولة الرئيس معودين عليه أنا عم بنقول كلام أنا وما بسمح لنفسي وأنا بسألك لأنك لأني بعرف حضرتك شو مكانتك عند الرجلين أنا 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 ما بسمح لنفسي أن أقول كلام عن دولة الرئيس بري إذا ما كان صاير واضح مزبوط أو لا بس أنه في يعني في سعي لجمعهم طبعاً بلقاء بغدا بعشاء بقعدة فنجان قهوة على طول لا بحديث هذا المهم طيب الله يديم الوفق وشكرا لك دوت الرئيس شكرا للوقت اللي اعطيتنا اياه شكرا لمشاهدينا الكرام على متابعتهم الى اللقاء بحلقه جديده من حوار اليوم باذن الله.